انا هوريكم دلوقتي مفاجأة، كلام امير عكس كلام ابوه، خلي بالك من دي، بس لايكات على قد ما تقدر. كلام امير، خلي بالكم يا جماعة، انا ما بحذرك اي حد يشتم، فهتلاقوا في ناس كتير قاعدين يقولوا الصوت وحش والصورة وحشة والدنيا زي الفل، الدنيا زي الفل. فلو سمحتوا حد من اصدقائنا اللي موثوق فيهم يقول لنا البث حلو على الفيس وعلى اليوتيوب، لو تكرمتوا، من الناس اللي احنا بنعرفهم نثق فيهم، استاذ وائل مرعي، مي، الناس اللي احنا بنثق فيهم. اسمعك امير في مقطعين، يعني امير راح جاب شله الصحفيين اصحابه، ومنتصر الرفاعي راح عمل له حوار قصاد البلد. كلام امير كلام عكس كلام ابوه، بس كلام امير بيقول لك ان العبد لله معلم، لان امير بياكد انفرادي، انا الوحيد في مصر اللي حكيت لك وقلت لك جت رساله وحكيت لك القعده، ويحيى علي ولا يحيى مش عارف مين اسمه، يحيى مين؟ يحيى علي وسيط، وسيط مش وسيط، ايوه بالظبط، وسيط ده وسيط، ايوه ما انا عارف، ما هو وسيط في تدريبه للزمالك يا بي انا عارف، بس هو كان قاعد، ما هو يحيى ده اللي فرض عليه الامير، يعني هو الراجل ما يعرفش يحيى غير لما جه الزمالك اصلا. تعالى سمعك امير واحكم انت وعبد الناصر زيدان كذاب، عشان بس ايه، انا عايز اثبت للناس اللي كانت بتقول عبد الناصر بيهد الكيان، النهارده ربنا نصرني. ده يوم مكالمه حازم فتوح عملوا عليا حمله، يريد ان يدمر الدنيا، عايز ايه من الزمالك؟ يا جماعه ايه، بيتعامل شرط جزائي 250,000 دولار، يا جماعه ايه، 220,000 دولار، يا جماعه عيب يتعامل شرط في العقد ان لو توقف الدوري شهرين كورونا، الدوري الجديد لو توقف شهرين كورونا العقد يبقى باطل تلقائيا. عيب الزمالك اكبر من كده، طلعتوا قليتوا ادبكم وشتمتوا، لكن احنا بنخاطب الزملكاويه الشرفاء المحترمين. تعال سمعك امير، فاستاذنك يا علاء كان نسمع امير من السماعه الثانيه، ولو في ارجع لك تاني بعد شويه. بص اسمع بقى اهو يا عم، ماشي اهو، شفت، سمعت روايتي انا الاولانيه وسمعت كلام مرتضى، يعني انا اختصرت لك كلام مرتضى لان مش هنقعد نسمع 40 دقيقه، وفي الاخر مرتضى اللي بيتكلم فيهم كلهم. بص حضرتك ركز معايا في كلام امير مرتضى، ركز معايا في كلام امير مرتضى بس عشان خاطر الناس تعرف الخراب جاي منين. واوعى تضحك لما يقول لك الراجل قال ازاي بالفرقه دي اتعادل مع سموحه، ده اسمه ايه؟ اسمها نكته الموسم، ده اسمه كلام عيب يتقال من رئيس نادي، عيب يتقال. بص اول مقطع اهو، امير مرتضى بيشرح ازاي كاردرون مشي، اسمع معايا. مفيش عارف، كل فعل ليه رد فعل، مفيش فعل، مفيش حاجه اصلا، بقول لك حتى الموضوع بقى نفسه، يعني عشان واقع نفسها، انا امبارح كنت قاعد بالصدفه مع يحيى علي اللي هو وكيل الكابتن، بيعرض عليا لعيبه في مراكز معينه. يعني بص اهو الحمد لله، قال لك امبارح انا كنت قاعد مع مين؟ مع يحيى علي، بنتكلم في موضوع بعض اللاعبين والانتقالات وتفاوضنا مع بعض اللاعبين. اسمع كويس، قلت ايه انا؟ والله العظيم يا جماعه نفس الحرف اللي انا قلته اهو، يحيى علي، بس انا بقول له يا ميرو يحيى علي مش وكيل، ده وسيط. الموسم الجديد كنا قاعدين في مكان وكده، جات لي رساله واتساب من كابتن، احنا انا وهو في يوم بنتكلم مثلا كتير، يعني بنتكلم 7-8 مرات في اليوم، بدخله في كل التفاصيل وهو برضه بيدخلني في كل التفاصيل، فببص لقيت بعت لي حاجه زي ان هو بيفسخ العقد، ان هو في شرط جزائي هو جاهز ان هو يدفعه، ان هو بيخسرني. يعني شفت امير قال لك ايه؟ بعت لي رساله وانا قاعد انه عايز يفسخ العقد، لا قال له سموحه، ولا قال له التعادل عمل لي احباط، ولا قال له الجنايني وضغط المباراه، ولا قال له تأجيل افريقيا. يا سلام، والله العظيم يا عبد الناصر ربنا يكرمك دنيا واخره يا ابني اهو. طبعا ما فهمتش الموقف، اديت لوكيله ووريته، ف الصوت واضح من المصدر، انت متاكد من الرقم؟
ريتمو دي كده، مفيش راجل لسه مكلمه الصبح واتكلم ياه وكيله الصبح يعني هو اخذ القرار بعيدا عن وكيله وبعيدا عن الناس. بص، وانا بقول لك بالصدفه قاعد مع وكيله بس، ف كلمت الراجل قلت له يعني، قال لي انا عايز اقابلك، قلت له طبعا لازم اقابلك، فرحت له لقيته واحد يعني هو واخد قرار، وطبعا قلت له ايه الاسباب، قلت له يعني ايه الاسباب، قال لي هو ده بند في العقد وانا عايز افسخ العقد، قال لي مفيش اسباب. اهو ده اول جزء من كلام امير لموقع صدى البلد في الحوار اللي عمله بيتهم اللي جاب فيه كل الصحفيين. اهو اهو الراجل بعت لي رساله فاجأني، وبعد كده كلمته طب نقعد، رحت له نفس الروايه اللي رويتها لك. تعال نشوف المقطع الثاني اللي هو بيحكي فيه ايه، ان هو اتصدم في كارديرون. اهو وانا عندي مدرسه في التعامل مع المديرين الفنيين، انا المدير الفني ده اول يوم بتعرف عليه فيه بقول له انا مش المشرف على الكوره او الفوتبول دايركتور، انا شريكك في وقت من الاوقات، وفي وقت التاني اعتبرني واحد من المساعدين بتوعك، ليك كل الصلاحيات، ليك كل حاجه، انا هبقى امين معاك في كل حاجه، في كل المعلومات اللي بتاخدها اللي بتخليك تاخد قرارات. فانا الراجل ده انا اشتغلت مع 3 مديرين فنيين، مستر جروس ومستر بيتشو، وهو هو اكتر واحد انا يعني استريح مع تعامل، واكتر واحد كان يعني بيقول لك اتحول بقولها بطريقه ابقى بخبط في الناس الثانيه، بس يعني هو كبني ادم كشخصيه هو سوي جدا يعني في التعامل. بيقول لك اتحول، بيقول لك الراجل سوي جدا بالتعامل بس اتحول، يعني بيقول لك سوي جدا بالتعامل بس اتحول، لقيت قدامي واحد غير اللي انا اعرفه. داني كان صدمة اهو سوي جدا يعني التعامل، انا كان استغرابي منه ان هو يعني هو مالوش حركات مجنونه، في مدربين بتبقى ليها حركات ممكن يقلب الترابيزه في اي وقت، ممكن هو مش من الشخصيات دي، فانا استغربت جدا قلت له طب انا تحب اديك مهله تفكر. لقيت برضو ان هو بيقول لي لا انا عايز اسافر بكره، ولا هتساعدني في حاجه تساعدني في ان انا اديك الفلوس بتاعت الشرط الجزائي لان انا عايز اسافر بكره. فلقيت ان الموضوع محسوب محسوب، بلغت الاداره. طبعا الجلسه دي قعدنا 4 ساعات افهم انا ووكيله ايه السبب، ما لقيناش اي سبب ولا انا ولا وكيله، ووكيله كان مستاء من الموضوع جدا لدرجه ان هو النهارده في الاجتماع ما رضاش يجي معانا، قال لي انت خدت قرار لوحدك، فخلاص يبقى خلص الموضوع مع النادي لوحدك. وانا اللي قابلته بلغت طبعا الاداره، والاداره كانت برضو مستاءه ومستغربه جدا، وفي الاخر اهو قلت كلمة غلط يا جماعة من بق أمير، الرواية اللي أنا قلتها بما يرضي الله، الرواية اللي أنا قلتها بما يرضي الله ورسوله. طيب خلينا برضه عشان نشارككم وقبل ما نروح لأحمد السيد، على كان في كلام إن في تجديد كلام مع يوسف البليلي، مش عارف أنا معترض على الصفقة، ولكن في كلام بيتقال إن في تجديد كلام مع يوسف البليلي مع الأهلي. خلينا بس إيه برضه عشان خاطر نشرككم معانا اهو، عشان عندنا بس موضوعات مهمة جدا. الأستاذ أحمد أبو شاهين بيقول لي الصوت تمام والصورة بقت تمام، مساء الفل. أستاذ وائل مرعي ناس كتيرة بتشتم على الفيس، إن كفاية إنهم يتعذبوا باللي أنا قلته، مش أحذف حد، والله ما انا حذف حد يا عم وائل النهارده. الهاشتاج اهو يا جماعه، دلع عيني دلع، كارديرون عملها وخلع. البث شغال تمام احمد حسني، الحاج عبد الناصر كارديرون هرب بيقولوا بيدوروا عليه عندنا في القصف في جنة. حد بعت لي شعر، ماشي اعرضه، حاضر. تعرف على ردود الزملكاويه بعد رحيل كاردرون، حزانه. هاشتاج النهارده دلع حبيبي دلع، كاردرون عملها وخلع.
طيب ماشي، ادينا اهو قرينا كل الرسائل اللي جات لنا. ماذا بينك وبين ربك يا خطيب؟ كلما ينبه عليك لا يمر اليوم الا وربنا يبتلي فضيحه. بالامس ظهر وهو يشتمك بدون مناسبه، ما هي الا ساعات، والضرب في قلبه من مديره الفني ليدخل التاريخ كافشل رئيس نادي. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يا سلام، اسعدتني يا فتى.